ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الوقار. قال الإمام رحمه الله: حدثنا النفيلي. قال أبو حاتم ثقة مأمون، قال أبو داود ما رأيت أحفظ منه. قال حدثنا زهير. زهير بن معاوية أبو خيثمة، وهو من الثقات الأثبات. قال أحمد: من معادن العلم، توثيق عالي هذا. وقال أبو حاتم: وأحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا حج جدي أبو إسحاق. قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يكتب حديثه ولا احتج به. قال ابن حبان: رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، ويرفع المراسيل وأيضا الموقفات. أن أباه حدثه وأبو ظبيان، قال ذهب وثقه غير واحد وهو مجمع على صدقه. قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس صحابي ابن صحابي، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عباس من العبادله الاربعه، من السبع المكثرين على النبي الامين. كفى بان الله تعالى قد من على الامه به، وهو ترجمان القران، وقد ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. جزء من 25 جزءا من النبوة. طبعا هنا عندما يقول الهدي الصالح، هذه كلها في الكلام على مسألة الوقار ومسألة الهيئة التي تؤثر في غيرها، الهيئة التي تؤثر في غيرها، مع أيضا الكلام على مسألة التوسط بين الغلو وبين الجفو. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح، فإن الهدي الصالح لا يكون إلا بالائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والائتساء بالذين يأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالهدي الصالح هي الطريقة الصالحة، والطريقة الصالحة التي يكون فيها رسم الخط على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة الكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالهدي الصالح هو الائتساء بالمتقدمين. يعني نعيش الآن يعني فوضى علمية ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، ونعيش أيضا زمنا يعني يفرغ فيه أناس الببغاوات، لأنهم يريدون دفع خطأ بخطأ آخر. يرون أن الناس يعني في هذه العصور يقتدون ويقلدون مشايخهم المعاصرين، فهم يقولون: طب أنتم الآن تقلدون المعاصرين ونحن نقلد النووي والسبكي والشربيني، أينا أفضل؟ لا، خلينا نقلد الشافعي، نقلد السبكي، نقلد النووي. يعني هذا خرج من نقرة، وقع في إيش؟ في تحضيرة، كما يقولون عندنا في العوام، يقولون بهذا الباب. يعني هذا ما قاله كثير من الذين لا يفقهون. ما احنا لا هذا ولا ذاك، والهدي الصالح هو ما كان عليه السلف الصالح. وقال أحمد: لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة ولا من مالك، خذ من حيث أخذنا. قل ما قاله الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: إن رأيتم قولي عرض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما قال أبو حنيفة صاحب القياس، وهو يقول: كل قول يعارض رسول الله يضرب به عرض الحائط، دعوا قولي وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك قال: يؤخذ كل يؤخذ من قولي ورد إلا صح. هذا الهدي الصالح والسمت الصالح، كما سنبين. الهدي الصالح هو أن تأخذ الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه الصحابة الكرام، وهذا قاله إمامنا إمام دار الهجرة عندما قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكيف صلح بها أولها؟ كيف صلح؟ صلح بها أولها عندما قالوا لابن عمر: إن أباك ينهى عن المتعة وأنت تأمر بها. قال: ما أمرني ربي باتباع أبي، ولكن أمرني باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أمرني ربي باتباع أبي، ولكن أمرني باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عند الاجتهاد طبعا، لما تعلم أن الاجتهاد اجتهد عمر، خفي عليه الحديث فاجتهد فخالف حديثا، الحديث يقدم. لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عبد البر في كلام ابن عباس: هل رجع عن الدرهم بدرهمين أم لا؟ قال: رجع ولم يرجع. لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الهدي الصالح الحق. ولذلك ابن عباس نفسه وعد درس عندما
قال له أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه وروى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء مما مست النار. فقال انظر ما تقول يا أبو هريرة، أوشك أن تقول أننا نتوضأ من الحميم من الماء الساخن. قال يا ابن أخي، يعلمه، شوف التعليم هنا الآن من الكبار إلى الصغار. قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. هذا الهدي الصالح، فالهدي الصالح هو الطريق الصالح الذي تسير عليه، رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة الكرام ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، شوف قال فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. فسار الخلاف موجود، مش يأتي دلدول لا يعرف شيئا وعندما يقال له شيء يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دلدول، الدلدول هذا لا ينفع بشيء، هو لا يقول كلمة جبني وكلمة توديني، هو هذا ما يعرف. لما تقول له قال رسول الله ثم يأتي رجل آخر يقول والشافعية يقولون والمالكية يقولون والعالمية يقولون، أنا قلت قال رسول الله. إن كان جاهلا لا يعلم لا يأتي يعارض، يأخذ ويسكت ولا يعارض، ولا يأتي المقلد يقول أنه سيؤسس طلبة علم، لا سيفرق كتاكيت بأسرهم كلهم لا يسيرون إلا على نهج النقر، نقر الدجاج، ما ينفع. فالهدي الصالح حقا هو أن تتعلم العلم الصحيح ويكون قائدك الحق هو قال الله قال الرسول. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، ليس مسألة تقويض خطأ بخطأ، والتوسط في ذلك والعدول. ولذلك نقول الهدي الصالح حقا هو أن تسير سيرا صحيحا رويدا رويدا متباطئا لا يهم، لكن تسير سيرا صحيحا على الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة، كل نص في العموم، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا أصل أصيل في هذا الباب. لذلك قال إن الهدي الصالح جزء من 25 جزء من النبوة، وهذا تفسير، لأنه لا يكون هديا صالحا إلا أنه من النبوة، هو إشعاع من النبوة، نسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وقياسا أيضا على ما أصله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مدرك من مدارك الأحكام القياس على القياس الصحيح الذي به التأصيل فيما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت إن ضربنا الأمثلة على ذلك فالبحر كثير وافر زاخر. لما يأتي الظالم المغفل يرى ابن عمه يرمي يحذف يرمي الحصى، فقال له إن الإنسان نهى عن الحذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا يقتل عدوا، فقال إنما يكسر السن ويفقع العين، فانتهي وتركه. لما جاء مر عليه مرة ثانية وراه يحذف قال قلت لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف وتحذف، والله ما كلمتك ما حييت، والله ما كلمتك ما حييت. هذا الهدي الصالح، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الصحابة الكرام. لما يأتي عمر بن الخطاب عندما ينهال وارتجف قال لا حذيفة استحر القتل في القراء، أرى النجم على القرآن، قال ماذا تقول وكيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. شوف ارتجفت أعضاؤهم، نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن على الظاهر، وإن كان قد جمع القرآن كما سنبين. وأبو بكر جاء لما أطال الحجة حذيفة على عمر واقتنع قال له نذهب إلى أبي بكر، فذهب إلى أبي بكر فقال له استحر القتل في القراء في اليمامة، نجمع القرآن؟ قال نعم. كيف يفعل شيئا ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم استقر الأمر عند أبي بكر أن يفعله. لما؟ لأن هذا من فعل النبي، لأن سلم نهى عن كتابة الحديث مع القرآن حتى لا يختلط، وأمر بكتابة الآيات. أليس هذا جمعا؟ هذا جمع، أليس يكون ذلك من الجمع؟ كان جمعا. وأيضا هذا تطبيق لقول الله في علاه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فالحفظ له أسباب منه الجمع، الحفظ له أسباب منه الجمع. لذلك نقول بأن هؤلاء لما ترسموا خطى النبي صلى الله عليه وسلم وترسم من بعدهم خطى الصحابة الكرام ساروا ونجوا وملكوا الدنيا بأسرها وارتفعت رايتهم على الأراضي على أراضي الدنيا بأسرها وفي سماء الدنيا بأسرها. ثم بعد ذلك لما أحدثت البدع ولما انتشرت البدع قوضت أركان الدولة الإسلامية. لذلك أنا أكتب ماء العين وماء الذهب بل ودم القلب ما قاله ابن تيمية،
قوضة أركان الدولة العباسية بسبب البدعة التي انتشرت فيها، بسبب البدعة. البدعة هدامة للسنن يا أخي، لو لم يكن بدعة مطبقة حسم المادة وسد الذريعة واجب عليك، حسم المادة وسد الذريعة واجب عليك، هذا أمر جلل لا يصح الإنسان أن يتوانى فيه. قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح، فالسمت الصالح هو السلوك على هيئة معينة، فالسمت هو حسن الهيئة والمنظر، حسن الهيئة والمنظر كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، كان قولنا فعلا، وكان المسلم من أعظم الناس ومن أحسن الناس منظرا، ولذلك قال بلال أو غير بلال بأن المسلم كان في قبة قال فرأيت المسلم عليه حلة حمراء، لم أرى أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مثل حب الحلة الحمراء، وكان سلم يحب البياض من الثياب، وقال إن أفضل ثيابكم البياض، ولذلك قال سلم فكفينوا فيه موتاكم، وذلك عمر الخطاب قال تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عمر الخطاب وعليكم البياض، يؤثر في القلب حسن السمت وحسن الهيئة وحسن المنظر، أن الإنسان يهتم بنفسه يكون أنيقا قسيما وسيما في هذا الباب للتأثير في الناس، وإذا لبس البياض يؤثر في طلبة العلم، والله جل وعلا جميل يحب الجمال الذي جاء بضوابط الشرع، لذلك حسن السمت من الإيمان، وهو أيضا لا ينفر أحدا منك ويجعل القبول لك بين الناس، والأمر الآخر لا يشغلك. أذكر الإمام الشافعي أنه قال يعني النقطة في الثوب تؤثر في طلب العلم، ينشغل بها، ما يستطيع أن يدرك المسائل ما دامت النقطة في الثوب، لا سيما كان الثوب الأبيض. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، الصلاة في لنا الزلات والسخطات والهنات، اللهم أمين. فالأصل في هذا حسن السمت أيضا جزء من أجزاء النبوة. قال والاقتصاد، هنا المقصود بالاقتصاد ما هو؟ هو التوسط بين الغلو وبين الجفو. الاقتصاد المقصود به هو التوسط بين الغلو وبين الجفو. قبل أن نتكلم عن الاقتصاد هنا والتوسط، أقول الأصل الثبات على الطاعات، وعدم الزهد فيها، لأن التقطع في الطاعة دلالة على الزهد فيها، وأنت لابد أن ترتقي أمام ربك بأنك تعض بالنواجز على طاعة بارك الله لك فيها، كما قال عمر بن الخطاب من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجز، لا يدعها، لو سيموت لا يدعها، من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجز، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح، قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنه أرضاها، قالت كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا، قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وذلك لما شغله تفريق الصدقة عن سنة الظهر قضاها في وقت ما منع عنه، في وقت بعد العصر. وبين عمر الخطاب وقد جاءت الأثار بأن من نام عن ورده ليلا فقضاه، فقضاه بعد طلوع الشمس إلى الظهر فكأنما قضاه من الليل، فكأنما وقع أداء لا قضاء، وهذا من رحمة الله بالعبد. إذن الأصل الثبات على الطاعة. الأمر الثاني عدم الغلو، وقد نهى نفسنا عن الغلو في كل شيء، في القول وفي الفعل، قال نهى نفسه عن الغلو وقال إياكم الغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يستأنس به، قال إن المنبت لا أرضا أبقى لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ودخل الإنسان في المسجد فورد حبلا بين سائرتين، فسأل عن ذلك فقالوا زينب تجتهد لقيام الليل، فإذا وردت النعاس أخذت بالحبل فقطعه وقال ليصلي أحدكم نشاطا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. طلبنا ذاته لم يسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسي. فالحق أن نقول التوسط في ذلك، لا غلو ولا جفو. أيضا الجفو بأنك يعني تبقى تقول لا أصلي نوافل وتتمثل بقول العربية أنه قال والله لا أزيد ولا أنقص، هل أنت تفعل ما فعله؟ هل أنت تخلص كما أخلص؟ هل أنت تأتي بكمالات الواجبات كما أتى
بها هو، لأن الوحي جاء من السماء قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. إذن الاقتصاد هو التوسط بين الغلو وبين الجفو، بين الغلو وبين الجفو، والتوسط هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، قال ولن تحصوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو قال لن يدخل أحد منكم أحدا منكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالتوسط خير والتوسط فيه البركة. لذلك قال والاقتصاد والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. فنسأل الله على الاقتصاد، ونعوذ بالله من الغلو وأيضا من الجفو، ونسأل الله على السمت الصالح والهدي الصالح. ولو رأيت عجبا لعلمائنا من سمت صالح وهدي صالح واقتصاد انفطاع كمالك. أنا أضرب مثل فقط ببعض علمائنا وأختم به. أما الإمام مالك فكان كما قال علمائنا ليس له كثير صلاة ولا صيام، وكان توسط، لكنه كان عالما نبيلا، ملأ الدنيا بأسرها علما، وأيضا كان معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الهدي الصالح كان معظما للسنة. وذلك لما سأله رجل وقال بأنه أحرم من قبل الميقات، قال لا تفعل، قال ولم لا أفعل، قال ترى نفسك قد أتيت أو من قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفعل رسول الله، ففعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك كان يقول كل يأخذ من قوله ورد. وأما الهدي والسمت الصالح كان مالك إذا دخل ورد تعلوه الهيبة. يقول كان الجميع على سكوت كأن على رؤوسهم الطير، وهذا بسبب تعظيمه للسنة. ولما دخل على أبي جعفر أو على هارون لا أذكر، فدخل فورد وجالس على كرسيه ومعه أبو يوسف ومحمد حسن الشيباني، فنظر إليه فقال أين يجلس الإمام؟ شوف انظر، هو يقول لأمير المؤمنين كان ما رميها شاسعة الرقعة التي امتلكها الخليفة هارون، قال أين يجلس الإمام؟ قال الإمام يجلس مكاني. شوف، ولذلك هارون لما عظم العلماء عظمه الله جل في علاه، قال أين يجلس الإمام؟ قال يجلس مكاني، فقام وأجلس الإمام مالك. لذلك الله جل في علاه أكرمه بهذا بأنه عظم السنة، فعظمه الله جل في علاه. من ذلك الفضيل بن عياض، وكان قد باع الدنيا بأسرها لله جل في علاه، وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي. تعلمون بأن عبد الرحمن بن مهدي لما دخل وعقد مجلس التحديث فوجد رجلا بعدما قال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد رجلا يضحك، قال تبتسم أو تضحك وأنا أحدث بحديث النبي، ما حدثتكم شهرا، توقيرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأمثلة. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد في العبادة. الفوائد المستنبطة من الحديث: لا خير في ابتداع من خلف، الخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف رحمة إن كان غير محسوم، إن كان عن اجتهاد، لكن الخلاف الذي فيه طرف يأخذ بالسنة وطرف آخر عنده نظر فلا بركة في هذا الخلاف، ولا بد من قطعه وحسمه. فضل الاقتصاد في العلم أو في الحفظ أو في العبادة، فضل الاقتصاد أنه جزء من أجزاء النبوة، هذه ثلاثة صحيح؟ نعم، جزاكم الله خير. لو في أسئلة تفضل، انتهت المحاضرة اليوم الحمد لله. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: رجل بلغ من العمر فوق 60 وأراد أن يوزع ماله بين أبنائه ذكورا وإناثا بالتساوي، فما الحكم؟ إن أراد هبة له ذلك، أما أراد أن يقطع مسألة الإرث فهذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له، لأن في الإرث موازين أخرى للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وفي التوزيع أيضا الجمهور قالوا التوزيع كالميراث. الحماية فقط هو الذي قالوا بالتسوية. أقول بالميراث، أقول العدل بالميراث. أخت تنقل اعتذار أم خضر للمرض، يعني هي كانت مريضة. ها، كيف مريضة؟ نمير سليها، كيف مريضة؟ ما الذي عندها؟ إن كانت مريضة بدنيا قبلنا ذلك، أما إن كان ما في مرض بدني أصلا والمسألة مسألة أخذ ورد عندها فأنا لا نقبل عذرها بهذا الباب. أرى أن تأتينا بالجواب الصحيح في هذا الباب. نعم، تفضل. تنقل بس، تقول أحد الشيوخ الشيعة الرافض يقول لا
اي شيء اي شيوخ انت هذا تضربيه على ام راسه. تفضل. لا تصلي استخارة لانها تعكس الامر وبعدها تندمون. وهو عندنا في احدى القنوات كلامه كل يوم حسبنا الله ونعم. لا ما ممتاز. هذا شيطان يتحدث. هذه من المعجزات. شيطان يتحدث في التلفاز. هذا لابد ان يقال شيطان يتحدث. هم هؤلاء جهلة وفي ما فيهم من المكر والخديعة والتقية وهم اعداء الاسلام. الروافض هؤلاء اضل خلق الله واضر خلق الله على الاسلام. رجل في المسجد اقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيقول لي لو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ذلك لن اسمع كلامه. فهل تصح الصلاه خلفه؟ لا 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 يصح الصلاه خلفه بحال من الاحوال. هذا اعوذ بالله من غضب الله. 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 هذا جاهل يعلم. هذا جاهل يعلم. فان لم يتعلم فمشكلته كبيره. هذا يتردى في هوة سحيقة. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. نعوذ بالله من الجرع على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قول السائلة شيخنا حفظكم الله. الآن أغلب الأكياس الموجودة في المحال التجارية مكتوب عليها أسماء الصحابة وننقل فيها الأغراض وقد ترمى في النفايات, فما الحكم؟ هذا سوء أدب مع الصحابة ولا يجوز, ولا بد من الإنكار على ذلك. لا بد من الإنكار على ذلك. لا يجوز بحال من الأحوال ولا بد من الإنكار على ذلك. لا سيما أن ورد أسماء الصحابة وترمى ويدس عليها بالأقدام. لا يجوز. هل سوء أدب مع الصحابة؟ لابد أن ينكر على أصحاب المحلات في هذا. نعم. مسألة دفاتر التوفير مثلا لو أحدهم وضع مبلغ من المال ثم بعد سنوات زاد هذا المال فما حكم الزيادة وأين أصرفه؟ دلوقتي طبعا أصلا مكتب دفتر التوفير على ما أفهمه أنا بيكون في البوسطة أو يكون في البنك, صحيح كده؟ فهذا بيأخذ بي 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 له فائد, صحيح كده؟ هذا ربا صريح. هذا ربا صريح. طبعا اولا الذي وضع المال في دفتر التوفير نقول له ما كان لك ان تفعل ذلك لانك بهذا تعاونت على الاثم والعدوان والربا حرام. واذا قلنا بانه لا يعلم او انه خاف على المال من الضياع نقول اذا لا تاخذ هذه الفوائد وان تركتهم يستفيدون منها فخذها يغفر الله لك وطهر مالك بان تعطيها للفقير الذي يحتاجها وليس لك ان تستفيد منها بشيء بحال من الاحوال. وان كان المعاصرون قد اختلفوا في ذلك وقالوا لا يجوز اخذها لان لو اخذها ينزل تحت عموم قول الله على فأذنه بحرم الله ورسوله. لكن النوايا تختلف والعبرة بإيش؟ بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذا الحق الصحيح. وإن كان عندنا في الشافعية يرون العكس أن العبرة بالمباني لا بالمعاني, لكن عند الله جل في علاه الحق أن العبرة بالمعاني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل أحدكم ألحن بحجته من أخيه قال فأقطع له قطع من النار. لا يقلب هذا الاجتهاد الحرام حلالا والحلال حراما. فلا يجوز له أن يستفيد منه بحال من الأحوال. نعم. حفظكم ربي وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. لكن قال الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم. لابد من النصيحة أو إعلان على اسمه الشرفيس على الفيس هذا إعلان على هذا الباب حتى يعلم أصحاب الباعة هذا الباب فيتراجعوا. نعم. تقول السؤال لأن البعض قال هذا مما تعم به البلوى. يعني تعم به البلوى. أي تعم به البلوى. يعني تعم به البلوى أن تكون آيات القرآن واللغة العربية وأسماء الصحابة تداس بالأقدام. أعوذ بالله. هذا لابد من إنكاره وجوبا ولابد من التحذير منه وجوبا ولابد من السعي في قطع دابره وجوبا. الإمام مالك يقول من رأى ورقة فيها اسم الله أو آية من الآيات فتركها تداس بالأقدام كفر. عظيمة هذه شديدة. نحن لا نقول بهذا الحكم. أنا أنقل فقط كلام مالك ليرتعب من يفرط في مثل هذا. فلا بد أن نحافظ على يعني قدسية القرآن وقدسية الآيات وأيضا اللغة العربية. لا يجوز. يعني أنا أدخل عند إخوة يقدمون الطعام يفرشون الجرايد المكتوبة باللغة العربية. هذا حتى ليس احترام اللغة العربية. لا بد من احترامها. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم.